مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر نجاحا، رحبوا معي بالأستاذ أبو سعود، صاحب شركة أفيتار لأعمال التكسية والأصباغ. بداية، أسعد الله أوقاتك أستاذ أبو سعود. أسعد الله أوقاتك، وأنا سعيد بلقائكم وبلقاء التلفزيون هذا، وإن شاء الله أكون في حسن الظن. وإحنا كمان سعيدين وفخورين جدا أنه إحنا موجودين بإمارة راس الخيمة بالمقر الخاص فيكم. الآن أستاذ أبو سعود، بحب أتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر بحضرتك وعن بداية حياتك في موضوع البزنس. كيف بلش الفكرة معك؟ تفضل. الحمد لله وفضل الله، بديت أنا في تقريبا الفكرة جتني في 2008. نعم. مع هبوط في سوق العقارات، بما أني كنت شغال في سوق العقارات، فبلشت بتأسيس شركة، فاتجهت لهذا الاتجاه لأنني كنت على صدد بناء، وكنت محتاج أركب حجر للفيلا الخاصة فيه، فأسست الشركة في 2010. نعم. وبلشت من الفيلا الخاصة فيه أنا، وبما أن العمل أعجب ناس كثيرين وحصلت أعمال إضافية، فاستمريت في عمل الشركة. نعم. وفي التوسع، والحمد لله. جميل، الحمد لله رب العالمين. الله يطرح عليكم أبواب الرزق يا رب. خلينا الآن نعرف المشاهدين أكثر عن أفيتار لأعمال التكسية والأصباغ. شو الخدمات اللي ممكن تقدموها للمجتمع الإماراتي وغير الإماراتي؟ تفضل. الحمد لله، فضل الله. نحن شركة متخصصين في تركيب الأحجار والأصباغ، وكان توجهنا الأول اللي هي خدمة الوطن والمواطن. حلو. بما أن المواطن في البناء منزل أو فيلا له تركيب الأحجار وكذا، ونقوم بمساعدة المواطن على حسب إمكانياته وميزانيات لكل الشخص ومقدرته. حلو. والله والتوفيق من الله، وإن شاء الله توفقنا في هذا الموضوع وظلينا مستمرين في هذا العمل إلى اليوم، ومع التوسع العمراني الحمد لله والشكر. كان لكم بصمة في هذا التوسع أكيد. نعم. ما شاء الله عنكم. الآن أستاذ أبو سعود، في سؤال كثير مهم عن التميز، كيف اكتسبته بدولة الإمارات؟ لأنه إحنا هون براس الخيمة أكيد بتعرف إنه في شركات كثير منافسة لإلكم، فكيف أنتوا قدرتوا تكسبوا ثقة المجتمع كامل وتكونوا رقم واحد براس الخيمة؟ تفضل. الحمد لله وفضل الله، بدينا نحن كشركة وكان عندنا هدف رئيسي ورسالة رئيسية. الهدفنا الأول كان هو الشفافية في العمل. نعم. وتقديم جودة عالية لكل مواطن وعلى حسب إمكانيات الشخص، وبالطريقة هذه استطعنا كسب ثقة المستهلك، واستمرينا في هذا العمل، وعدنا ستاندر معين لعملنا اللي هي الجودة. أحسنت. وبناء الثقة ما بين المواطن، حتى وصلنا إلى ما وصلنا له في الوقت الحاضر إن شاء الله. طبعا من قناة ABC العربية أكيد بنتمنى لكم التقدم والنجاح أكثر وأكثر، لأنكم بتستاهلوا وبتستحقوا تكونوا ناجحين بحياتكم. أستاذ أبو سعود، الآن كبزنسمان ورجل خبرة في سوق دولة الإمارات، أكيد بتعرف أنه كل بزنسمان ناجح طموح في عنده فكر للمستقبل، عنده خطة، فوين بنشوف أبو سعود بعد سنتين من الآن؟ تفضل. الحمد لله، حاليا أنا في صدد التوسع على حسب متطلبات السوق، وكلما كان الطلب زيادة كلما توسعنا، وفضل الله بعد التوسع اللي كان عندي من إمارة رأس الخيمة إلى المناطق الأخرى، حاليا توسعت وصلت إلى أبوظبي. برافو عليك. حلو. وإن شاء الله في المستقبل بعد نزيد من أعمالنا حتى نقدر نوصل لكل ركن في دولتنا الحبيبة إن شاء الله. طبعا هنا بدولة الإمارات زي ما بتعرف كونها دولة الإمارات وطن الجميع، إنه ما في شيء مستحيل هنا، بس تفكر والدولة هي بتساعدك وشيوخنا الكرام هم بيساعدوك. وهذا السؤال اللي رح نتطرق له الآن، إنه إحنا عايشين بأأمن دولة بالعالم اللي هي دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان، الرفاهية، البيئة الاستثمارية. فهذا الحكي ما إجا من فراغ، أكيد إجا من دراسة مدروسة، إدارة مدروسة، إدارة حكيمة رشيدة. فبنا رسالة شكر
من أبو سعود لشيوخنا الكرام. وما ننسى نخص طبعا بالذكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات. تفضل. أنا أرفع أسماء آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أخيه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جميع حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على رؤيتهم الحكيمة لهذه الدولة واهتمامهم بالمواطن. صحيح. وكذلك الرقي بالعمل لكل وتسهيل كل العيش الكريم للمواطن والمواطنين. صحيح. والحمد لله بلدنا تعتبر من أفضل البلدان على مستوى العالم كبنية تحتية وكإجراءات طبعا. وخدمات واستثمار وفيها الأمن والأمان من جميع النواحي، وهذا نحمد الله عليه وعلى قيادتنا الشكر والتقدير. صحيح. على ما وفروه لنا من خدمات ومن تميز على مستوى العالم. صحيح. أكيد. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا إحنا بنشكر شيوخنا وحكامنا الكرام من هذا المنبر العظيم من قناة ABC العربية. بنتشكرك أيضا أستاذ أبو سعود لاستقبالك الرائع لإلنا وحسن الضيافة في المكان الخاص بحضرتك في منزلك. خلينا نحكي قبل نهاية البرنامج، بحب أخذ منك توضيح بسيط للمشاهدين وين إحنا موجودين بإمارة رأس الخيمة. تفضل. نحن الحمد لله بفضله في إمارة رأس الخيمة في منطقة الجزيرة الحمراء. نعم. ومعروفة منطقة الجزيرة الحمراء. أكيد. تعتبر منطقة من أقدم المناطق في إمارة رأس الخيمة. صحيح. اللي هو على شارع الرفاع. على شارع الرفاع العام مقابل ميناء العرب. جميل. طبعا مشاهدينا الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع الويب سايت واللوكيشن بالضبط لشركة أفيتار لأعمال التكسية والأصباغ. بتشكرك مرة أخرى أستاذ أبو سعود لوقتك الثمين اللي منحتنا إياه. شكرا لك. شكرا لABC على الاستضافة، ونحن دائما في خدمة المجتمع والجميع إن شاء الله. الشرف لنا وإحنا فخورين كثير فيك أستاذ. شكرا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.